بيك من جديد كابتن اسلام الشاطر. سريعا كابتن طارق سليمان، في البدايه بقول لك رمضان كريم، من كل سنه وانت طيب، ويا رب يعود كده شهر رمضان على العاده كعلينا وعلى النادي الاهلي وعلى كل جمهور النادي بخير. كل سنه طيب يا كريم، كل سنه طيب كل الشعب المصري بخير وبسلامه، ويا رب ان شاء الله رمضان يبقى شهر كريم وشهر فيه خير كتير. اتمنى ان شاء الله ان يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله الفتره اللي جايه ديت. دايما يعني الواحد متفائل بشهر رمضان، يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا ونحقق ان شاء الله انجازات كبيره، سواء بقى مع النادي الاهلي او حتى ان شاء الله مع منتخب مصر بطوله افريقيا ان شاء الله باذن الله. المهم كل سنه والشعب المصري كله طيب. يعني مهم ومطلوب واداء مميز جدا من الشناوي، خاصه طبعا الشناوي حراسه المرمى بشكل عام، بشوف الحالات ازاي وضربه الجزاء اللي كان يعني مركز بشكل كبير جدا فيها الشناوي في اللحظات الاخيره، وده امر مهم جدا ومطلوب فنيا يا كابتن طارق. والله بص، في البدايه طبعا بحمد ربنا على الثلاثه بونت، اهم من ضربه الجزاء واهم من اي حاجه، احنا بنلعب على الثلاثه بونت لان انت عارف الماتشات اللي خلاص يعني انت بتفنش الدوري، فكل مباراه ما فيش مباراه سهله، المباراه بتصعب علينا، وكان ممكن ضربه الجزاء دي تيجي ونتيجه 1-0 كانت تبقى اصعب كمان. فالحمد لله رب العالمين على المكسب الاول وثلاثه بونت. وثاني حاجه طبعا الشناوي النهارده يعني حتى غير ضربه الجزاء هو في انفراد قبل ضربه الجزاء والنتيجه 1-0 تعمل معاه بشكل كويس قوي في الشوط الثاني، في برضه في قبل ضربه الجزاء بحوالي 10 دقائق كده كان انفراد مهم جدا، طلع تويته كان كويس، في كره عرضيه برضه طلع خدها بشكل كويس قوي قبل ضربه الجزاء، وفي النهايه ختمها من ضربه الجزاء. ف ببارك له طبعا، وببارك طبعا اكيد لشريف والعالي والحراس المرمى كلهم الولاد الصغيرين سواء مصطفى او احمد، مصطفى شوير واحمد طارق، ولسه عندنا افضل. انا لسه حتى لسه مكلم الشناوي دلوقتي بقول له لسه افضل من كده بكتير، عندنا افضل من كده، فنبني على مباراه النهارده ديت ان شاء الله في اللي جاي. اتمنى ان شاء الله ان نفس التركيز ده للشناوي ولشريف والعلي ومنافسه شريفه بينهم. علي ما شاء الله لعب مباراه المصري وعملها بشكل كويس قوي، وده دلع عشان يدل ان الولد يعني روحه كويسه النهارده، موجود لاخر مباراه، موجود النهارده هو بره السكور خالص ولكن متواجد وبيشد من اجل الشناوي وشريف كمان نفس الكلام. كلنا انت عارف التكاتف موجود الحمد لله رب العالمين، سواء بقى مجلس اداره او لعيبه او جهاز فني. اتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه دي فتره مهمه وفتره حساسه وفتره صعبه، فنفس التكاتف ده ان شاء الله لحد ما نخلص الدوري ان شاء الله نبقى حاملين اللقب ان شاء الله باذن الله. بشكرك طبعا في البدايه، بشكرك كابتن، مش هطول عليك انا عارف انت مستعجل، لكن اخيرا ايه اللي ممكن يتقال للشناوي العالي الشريف المرحله اللي جايه فتره مهمه بدايه من المباراه القادمه؟ المباراه القادمه النادي الاهلي خلاص متصدر الدوري، لكن المباراه القادمه هيبقى ليها شكل كبير. دايما بنقول ان احنا ما عملناش حاجه، زي ما بقول لك النادي الاهلي بتخلص المباراه بتقفلها وبتفكر في اللي جايه، ما خدناش بطوله، عايزين نختم ان شاء الله بالدوري. فطبعا طبعا مهم قوي ان النهارده بيصد ضربه جزاء وشال انفراد واداؤه كان متميز في المباراه، نبني عليها بقى في المباراه اللي جايه. انما مهم قوي ان احنا في الفتره اللي جايه ديت يبقى نفس التركيز زي ما قلت من الشناوي ومن شريف ومن علي، لان انت ممكن في اي واحد اي وقت بتلاقي اي حد في الملعب، زي ما حصل كده شريف كان مصاب والشناوي خد الانذار التالي، زعلان جدا النهارده من الشناوي على الانذار اللي خده، جدا جدا يعني برضه ممكن الانذار ده يفرق معانا. فليه طالما خلاص ضربه جزاء اتحسبت افكر فيها، افكر بقى ان انا اتعامل مع ازاي مع الراجل اللي داخل يشوط. هو دارس كويس صلاح امين، صلاح بيحط ضربات جزاء كتير في السنه دي كلها، معظمها يعني اكتر شويه بيبقى ناحيه اليمين، هو بيحط ناحيه الشمال بس اكتر شويه ناحيه اليمين، الشناوي قراها وتعامل معاها بشكل كويس. فبقول نفس التركيز ان شاء الله في المرحله اللي جايه بالنسبه للثلاث حراس، وان شاء الله نفنش الموسم بالدوري ان شاء الله باذن الله. شكرا يا كريم، كل الشكر والتقدير للكابتن طارق سليمان مدرب